تريد أن تهاجر؟ تريد أن تسافر وتعيش في البلد الذي لطالما حلمت به؟ في هذا الفيديو إن شاء الله سأعطيك أهم الأمور التي ستساعدك على الهجرة. ابقوا معنا. سألني الكثير منكم كيف أهاجر، أين أهاجر، أي بلد أسهل للهجرة أو أي بلد مناسب لي لكي أسافر أو أهاجر أو أبدأ حياتي فيه. أريد أن أقول لك أخي الكريم أنه لا يوجد بلد أسهل من بلد أو بلد أصعب من بلد، يعني لابد أن تتوفر فيك مجموعة من الشروط فقط. إذا كانت تتوفر فيك هذه الشروط يمكنك أن تعيش في أي بلد تحبه، يعني لا يوجد أي مشكلة في البلدان، يمكنك أن تعيش في كندا أو أمريكا أو ألمانيا أو الفنزويلا أو أي دولة تحبها. يعني لابد أن تتوفر فيك مجموعة من الشروط فقط، لا يوجد شيء اسمه بلد سهل وبلد صعب. يعني حين تكون متمكنا يمكنك أن تختار أنت البلد الذي تحب أن تعيش فيه. الشيء الأول الذي لابد لك أن تعرفه قبل أن تهاجر لأي بلد في العالم هو يعني لابد أن تمتهن مهنة أو حرفة أو تكوين من هذه الأمور الجديدة المطلوبة في السوق. مثلا لابد أن تكون مصمم إعلانات مثلا أو مصمم لغوات أو مصمم مواقع أو مطور مواقع على الانترنت أو محاسب أو صانع أفلام أو يعني محترف مونتاج فيديوهات يعني فيديو إديتور. لابد أن تكون أنت فيك مجموعة من الشروط من بينها هذه الأمور التي أنصحكم جميعا بتعلمها، وهي أمور سهلة وليست بمعقدة كما تفتكرون، هي فقط عبارة عن أمور لابد أن تمارسها وتتعلمها من الانترنت مجانا. يوجد الكثير من المواقع التي سأضعها في صندوق الوصف إن شاء الله، يمكنك التطلع عليها أو يمكنك البحث في اليوتيوب فقط فستجد الكثير من التكوينات المجانية أونلاين، يعني لن تدفع أي درهم. كل هذه الأمور سهلة وليست معقدة، لدينا الكثير من الوقت ولدينا الكثير من الجهد والحمد لله، والانترنت مجانا ومتوفرة في كل مكان في العالم، يعني لابد فقط أن تبدأ بتعلم هذه الأمور من البيت. النقطة الثانية وأنه بعد تعلمك لواحد من بين التكوينات أو الأعمال التي تحدثت عنها في النقطة السابقة هو أن تبدأ بجمع المال عن طريق ذلك العمل. يعني يوجد الكثير من المواقع التي يمكنك أن تجني منها المال عن طريق ذلك العمل، وسأضع لك يعني 3 أو 4 مواقع يمكنك الدخول والبحث عنها، يعني أو يمكنك كذلك دخول والبحث في اليوتيوب عن المواقع التي تمكنك من بيع أشياء. مثلا إذا كنت تجيد المونتاج أو صناعة الأفلام يمكنك أن تقدم هذه الخدمات لأناس حول العالم ويدفعون لك يعني مبلغ من المال، يمكنك يعني من العيش، يمكنك كذلك من الهجرة عن طريق العمل والاجتهاد للكثير من المرات. يعني لا تفشل، يجب عليك فقط أن تبدأ بالعمل والاجتهاد والبحث في الانترنت، لأن الانترنت يوجد فيها الكثير من الأمور الرائعة وهو كنز بين يديكم. يعني لا يوجد فيسبوك فقط أو إنستغرام فقط، يوجد الكثير من الأمور الرائعة، فحاول فقط أن تبحث. النقطة الموالية عزيزي المشاهد وهي البلد أو اختيار البلد. يعني اختيار البلد هو موضوع يعود لك، يمكن أن أقول لك يعني مثلا الصين بلد جميل ورائع ويتوفر فيه العمل والمال وكل هذه الأمور، لكن ستقول لي الصين ليس بلدي المفضل. يمكن أن أقول لك يعني مثلا الإمارات، ستقول لي يعني لا أحبذ الإمارات. سأقول لك يعني مثلا فرنسا، ستقول لي فرنسا بلد لا يعجبني. يعني يوجد الكثير من البلدان، يعني حاول فقط أن تبحث في الانترنت وتسأل الناس وتقارن، يعني مثلا هل ألمانيا أحسن للمهاجرين أم كندا أحسن للمهاجرين أم أمريكا يعني أحسن للمهاجرين. وكما قلت لك في السابق حين تتوفر فيك تلك الشروط التي تحدثنا عنها، يعني أي بلد يعجبك أو يخطر في بالك يعني ستدفع لهم السيرة الذاتية وتنتظر الرد منهم. يعني يمكنك أن تذهب كطالب أو يمكنك يعني أن تذهب كعامل أو موظف عن طريق عقد عمل حسب الشركات وحسب فرصة العمل. يعني البلد يعني أمر صعيب، تأتيني الكثير من الأسئلة أخي عبد المجيد، أي بلد أسهل، كيف تهاجر، إلى أين تهاجر. يعني اختيار البلد أمر لا أستطيع أن أقول لك. يعني يمكن أن أقترح عليك مجموعة من الدول: بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، سنغافورة، تايلاند، الصين، تايوان. يعني يوجد الكثير من الدول الرائعة التي يمكنك أن تبدأ منها. يمكنك أن تعيش سنة فقط أو سنتين ثم تغير البلد الذي تحبه. يعني إذا أردت أن تذهب إلى البلد الذي تحبه يعني لابد أن تتعلم الأمور التي تحدثت عنها في النقطة الأولى. يعني لابد أن تكون مطور مواقع أو تكون مصمما أو مصورا أو صانع أفلام أو كل هذه الأمور، صدقني ستنفعك كثيرا جدا. حين كنت
في الجزائر كنت إنسانا سلبيا لدرجة كبيرة، كنت دائما ضد نفسي، يعني كنت دائما ألوم نفسي، وكانت يعني حياتي صعبة جدا. كنت أقول لنفسي أنت إنسان، أنت لست الشخص المناسب، أنت لا تكفي، أنت دائما ضعيف، أنت غبي، لا تعرف كيف تفعل الأشياء أو تقوم بالأشياء، انظر إلى ابن عمك، انظر إلى صديقك، انظر إلى جارك كيف يعيش، لديه سيارة ولديه الكثير من الأمور أو المال. يعني كنت دائما أقارن نفسي بالناس، وهذا أمر يعني عويص. حاول كثيرا أن تتجنب مقارنة نفسك بالناس، صاحب نفسك، لا تكون ضد نفسك، لأنك أنت هو العدو الوحيد لنفسك أو أنت هو صديق نفسك. وحين غيرت تفكيري وغيرت أفكاري، يعني أصبحت أرى الكثير من الأمور الإيجابية والأمور الرائعة، يعني تغيرت حياتي كثيرا. لم أعد أقارن نفسي بأحد ولم أعد أنظر إلى أحد، بل أصبحت أجتهد وأعمل لكي أصبح مثل الآخرين الذين كنت أقارن نفسي بهم. حتى أنت تستطيع، حتى أنت تستطيعين. لا تنظر لنفسك نظرة دونية أو نظرة اشمئزاز أو تكره نفسك، لابد أن تحب نفسك، لأنك إن لم تحب نفسك لن تصل إلى ما تحب. يعني صاحب نفسك وسامح نفسك وابدأ صفحة جديدة مع نفسك، وصدقني ستصل إن شاء الله إلى ما تريد. فقط اعمل وفقط اجتهد ولا تضيع الكثير من الوقت، وإن شاء الله ستصل إلى مبتغاك، ستهاجر وستسافر وسترى الكثير من الأمور الرائعة، وستنسى تلك الأيام التي تعبت فيها أو اجتهدت فيها. يعني لا تقول لنفسك أن ذلك الأمر مستحيل، لأنه ما هو ممكن لغيري فهو ممكن لي. أتمنى أن تحققوا كل أحلامكم، وأتمنى لكم كل خير إن شاء الله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو المتواضع، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. كان معكم عبد المجيد من بانكوك تايلاند. لا تنسى الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وكذلك لا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وأراكم قريبا في فيديو جديد. تشاو.